ومنهم عثمان رضي الله عنه وأرضاه، رزقه الله الحياء، وكان أحد من كتب الوحي وأحد حفظة القرآن من الصحابة، ومع ذلك كان يقرأ من القرآن والمصحف في حجره ولا يقرأ منه غيبا. فإذا كلم في هذا يقول رضي الله عنه قال والله إني لأستحيي من الله أن تمر علي ليلة ولم أتعاهد فيها كتابه، إني لأستحيي من الله أن تمر علي ليلة ولم أتعاهد فيها كتابه. دخل عليه الخوارج يوم الدار وما زالوا به حتى أرادوا ضربه بالسيف، فاتق السيف بيده فقطعت يده، فلما نظر إليها وهي على الأرض قال والله إنها لأول يد خطت المصحف. وكل أحد منا سيفارق يوما جسده فلينظر فيما أفنى جسده، فطوبى لعبد لا يعرف عن قدميه إلا المساجد، ولا يعرف عن كفيه إلا المسح على رؤوس اليتامى أو الرفع إلى الله يدعو بهما أو التكبير في الصلاة أو النحر في الأضاحي أو إعطاء المساكين والفقير أو الأخذ بيد الشيخ الكبير والوالد والوالدة، هذا الذي يعرفه من كفيه، ولا يعرف من لسانه إلا ذكر الله أنس السرائر وحياة الضمائر وأقوى الذخائر، ولا يعرف من عينيه إلا أنها غضت عن النظر إلى ما حرم الله إلى غير ذلك. ومع ذلك نعيد كلنا خطاء، لكن الله عز وجل شرع لنا باب التوبة وفتح لنا باب الأعمال الصالحة.